أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أحضان الوطن. أعزائي المشاهدين، نستضيف لكم في هذه الحلقة الأديب والأديب أحمد واللبتة. أهلا بك. إذن أحمد، بداية نختارك تحكي للمشاهدين شي من لقنا زين، وعود مالي مستدرينا احنا في الحلقة الماضية. طلع المدح النبوي الشريف بدال عن وخش افتتح به عليه الصلاة والسلام. والله يدوش بشير ملاهي الأبلام مثقال ذرة تنقص قيمة محال نبينا، وما اللي تعدال صور مشينا نبينا ما تنقص منه، ذيك فعال من مدة تتربص بينا، وقبيل احنا فات القسام وسانا قرت عينينا نبينا، وموت قدام نبينا ورا نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يلحق. ما طبعا هذا زين. اذا احمد، نترك انك قط مشيت شغل الخارج وعشت الغربة. والله عيت الشغل ما نبطى حتى بالخارج. معنى انك ما تحس باللي تحس به. نحس به لا، وقع لا يقول لك الوالد وما ياخذ حد موريتان ولو نهار واحد ما حس بحنين. موريتاني انا عندي طلعه توصل ذاك الحنين اللي يخلق درجاج تغرب ولو قاعد لا نهار واحد. والله انا بعد نقول موريتاني نبغيه حق، ذاك اللي فيه كامل نبغيه، وبيه شايد بين الحله، ومنين نغيب عليه نحن بالمله، ما خلى موريتان فيه ذي الجل ولف، وفيه البيضان والسراغة وكل. إذن هذه قلتها أنت بالغربة. قلتها إحساس كأنه إحساس الغربة هو اللي دفعك تقول. والله 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 فعلًا هي لا جسد وتوب اللي يحس بها رجاج من يخلو موريتان، واللي يحس بهم واللي يقعد داخله يحس عنه انه انه في وطنه، انه مرتاح، انه ما عنده مشكله. يعني بينما انا نعود خارج الوطن، نعود ما هو متمونك عنه، ما هو في وطنه، اللي يجبر فيه ذاته دائما يعود ذاك الحنين يحفزه على يقول شيء. ونعرف هم اللي عن في جالي من جالياتنا في الخارج كاملين. والله بعد اكثريتهم دور عود الله عن ذيك الحوافز. وفيهم فعلا الناس اللي تقول لغنم وبشجعها بشجعتها الغربة على قولان الغنى. نتذكر من ذلك عندي صديق عندي قال له فوزي والإسماعيل محمد الحضيف مغني كبير، وقدر من الزمن هو في الغربة، وذا اللي يقول من الغنى قطعا عنه غنى زين. فعلا قد سمعت منهم واحدين يقولوا على انهم قاعد مشاو من موريتان ما هم مغنيين. على ان الغربه هي اللي دفعتهم. وصار مشاو موريتان مغني. احنا ما قلنا له شيء. احنا عينا على ذوك اللي اعترفوا هم بانهم مشاو من موريتان فعلا ما هم مغنيين، وعقبه الغربه دفعتهم على انهم. والله فعلا طبعا. ايوا اللي راضي عنك قول لنا شيء من ذاك الانتاج اللي والله زين فيه يعود البكاء على الأقلال. والله الغزل ولا نحكي لك طلعة وضرب تيم الغزل. خط الحنة بيديك لا ولا زين عليك، وأنا فاهم في بجيك عنه للزد في ختيل، وانتي ما خافيك اللي منك في كتيل، أنت ومجيك بتط بالي ونزاد فتيل، سغم من ذاك الخط ويقيدي ومشتيل. زين حتى والله إلا زين. لانش نغيروا شوية عند غزل، نقيسوا غرض آخر اللي هو التوحيد. بما أني هو تقريبا أول ظهور لي عقب تتويجي بلقب شاعر التوحيد. لا بد لي من عرج على ذاك الغرض اللي هو تكلمة ديور في كل يوم هم عليك تكلمة ديور في كل يوم هم عليك أصلح كل هم يا الله، وسهل كل خم في حياتي وفي مماتي، ورزقني اللي فات عم رزقك من رزق أماتي، واغفر للناس العاملة بالدين الحق باتي وماتي لما كاملة شنباتي وماتي. زين حتى من درا كانك متذكر القاف اللي
اللي فزت به في مسابقة شالته. ما نمسكر أغلى المسابقات دائما لا عدي به بل من هنا بل من نطلب منه قلت به اللي دائما عودك نقولوا نحن إذن عنا قريت عود ما أنا متفقد الحمد لله يقطع قطر لأنه تحت الطلب والله لغنا تحت الطلب لغنا تحت الطلب هذا دائما يعود معه ما يبقى معه لقاش حتى يبقى معه لا ذاك اللي جايه ما هو هو اللي جاي فرسي بيدي دائما ذاك اللي يعود تحت الطلب يعود مو فرسي ما يعود الموكف الأخر اللي ما هو مو فرسي وأنا نحفظ دائما الدال وين ماني 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 فرسي هلا جاي اثنين وتعبوني إذن الحمد لله اللي قطع دي قطعتنا بها أنا وزميلات مريم من تسبعة ومريم تبع السرية وزميلة رقية قاعد تبي لك الحلقة برنامج تبي لك الحلقة برنامج الحمد لله سيت عن سيت وما عندك أربعة عندك قطاعات عندك قطاعات مع 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 بعض ذكر قطاعات نختارهم والله والله خاصة القط شركو كنت البداع محفوظ العبو والبداع الدعوة محفوظ العبو بعد السالفي الدين ايوه محفوظ عني على انه ان شاء الله لين عود يتابعنا احنا بعد قناتنا ما هي ما هي قناة منبر للدين للدين الزملاء محفوظ القط جيتو في كيف عام الاول قلت له قاف وقال لي طبعا قاف قلت له جيت من القبلة جيت من القبلة السهامي للشرق ممثل بلادي فالحمد لله رأيتك قدامي نعطيك أوراق اعتمادي كسفير قال لي جيت البلك ماشي من الشال عن بلك غير اعتقادي عن حد مش عن بلو جال بلو هذا كامل عادي ولك طاع قافي ونسالفي بالمناسبة الدين ونختار اختار اللان داين للهواء اختار اللان داين للهواء انا قطب الشيط الهواء طب الشيط الهواء عقب لقائي به وشبارنا هو في كيفه وما يرجعني له تعب الليل كفر لعنو له يجيني ولا قطب شاني مشيت في الطلعة ولا فاجاوب هذه طلع لي نقول للمشاهدين اياك حفزوا لك عن الجواب اياك مرة قداك منه خالص الدين قلت له ايش حالك يا محفوظ يلي مانك مقبول وبليد وتدخل زمان بلا بي وتملي مقرول كيف اللي لك فيا ونبغي نعرف من عادي قرض في الرجلية والله العاد زاد قراضة من هي زينة حتى العاد قراضة من هي ودا فات جاوبك كمل وفات على هذا الشهرة هذا بطلع عليه الشهرة قطعا ورا نحن مطالبين البداع محفوظ عبو لأنه يخلص لأنه جاوبني يخلص أحمد ولبت والله والله الحق خلق طاع قافين مولي بيني أنا وتا حسكت كارتي تا تا قط قلت له هو محمد فار قاف محمد فار سيدنا ومحييه من المنبر محييه وقع لبني قلت لهم احنا في البادية وتخريف قلت لهم بصحابي زينين وزعمة والسياد وباشا فقليني الحمد لله الله يكن نعمة والجيش وسدوم وديني قال لي تا مسلم لك في مركياسة اللي بدعو لك وتسليمي ومسلم لك في السياسة ولا وشقار وقيمي قطع قابين هذه قطعات ذكرتهم بعض من قطعات قابين هم قطعات حرين بزنا ندور إن شاء الله هم جولي والله إذا زي من درى خارج رواية كان وقطع دار اللي بيها التاح هو والله محفوظ ماني متفقدة أيهم على دي بيها والثاني ينفهاري قضية أنكم كنتوا مجموعة من الشباب الأدباء كنتوا متحاكمين عن القنوات الفضائية تظهروا فيها السبب ما قالوا لي قبل ما تذكرت من درك أنك كنت منهم ذيك الجماعة أنا ما كنت منهم ما قد تصلوا بي ولو كانوا بعد اتصلوا بي أنا وبعدين عرفتهم هم قالوا أحسهم قالوا أن عقبوا واحدين منهم اللي أخلق فيهم التسلل والله أنا قطش جابرت معاهم هم فعلا لذلك الرأي غير ما قط أنا نفسي ما مشيت معاهم جد فعلا كانوا واحدين منهم قاطعين سعي الإعلام منهم لم يرجع أحمد سالم الجونس ومنهم التاء ومنهم محفوظ ومنهم قاطع محفوظ عذيك القطيعة راضي عنه لا مازال متمسك به فلا راضي عنه بعد ما زال متمسك به ما فات غبار ولان رؤيتهم فيه والله بعد أنا رؤيتي فيه عن خالق ياسر من الظهور الإعلامي ما لابد منه بيدي يحرق على قاش تم دائما ظاهر في الاعلام شبه له يعود عنده يحصل شيء حد انه يجي الاعلام يقدمه ولا يقدم للجمهور ولا يتلقى في الجمهور
نقعد جاي الجمهور لين نعدلهم إعادة اللي فاتوا مثلا حكيتوا فيك بسيرة الإعلام والله فتحكيتوا فيك بسيرة الإعلام يعود كأنه تكرار نوع من التكرار ولا تفسحهم للمجال للناس الأخرى الناس سياسة تبارك الله ودبا ياسين وحتى قاع هوات قاع لدن يبغوا يظهروا ويبغوا يعود مثلا عندهم صوتهم يسمع ولذلك احتكارنا نحن للوسائل الإعلام في جاسة نقول بقدر ما هو نوع من قد يعود وسائل الإعلام جادة اليوم على خالق لا نحن ذاك ما حق نحن خالقين واحدين أخرين بالساحة قد يعود قاع خير من نحن وأنا بعد مع عن رجاج ما هو مقدم شيء داش به يستراح يعني الفوتنين يجبر شي قدم وراه هو يقدم إن شاء الله وإذا أحمد سابق نتوقفوا لفاصل غنائي نختاروا كنت تقول لنا شي من الأغنية شي من إنتاجكم أنتم الشخص إنتاجنا أنتم مختارين أنتم والله أنا لين بما أنه كان عاقب أن عيد الاستقلال مع أن ياسر عنه لين نحكي طلعهم الاستقلال نحن تمينا شعب أحرار في بلدنا نرعى حق الجار بالبذل وباللين وحمار خيمتنا بالمجلس مكناه وطريق الرسول المختار الحمد لله سلكناه والقط من فالك الأخبار جانا به الدهر فلكناه لينا قب جانا الاستعمار السل التاه مع السكناه فينا معقول وجاب نهار شارد فينا غير دركناه بابطال السيوف وبابطال الألواح وفي الشر عركناه وربكناه بذاك ولا طال عمره قاع علينا فلكناه هاي أم اللي طالع لام أول مرة نحكيها بسيطة الحمد لله خاصة نحن به لو ذكرنا نستقرينا على المرة الماضية برك مشاهدين يتوقفوا مع هذا الفاصل ونختاركم بعد نقول لكم على إذن الفاصل يبدو أنه ما هو ما فات جهز يقير نختار المشاهدين يتصلوا بنا على الرقم المعهود عندهم يشاركوا معنا في هذه الحلقة بآرائهم ونستقبلوا بعض ملاحظاتهم بصدر رحب إذا أحمد من درك كانك مشيتك شعور الشعب قط حفزك ذاك على حنين على أرضك أنت ليلة موريتاني قاع أرضك كامل لا أرضي كامل أنا ما نحتسب أنا ما عندي جهة معينة أنا ما عندي ذاك الانتماء الجهوي حتى عندي عني مثلا بلد بالمسقط يا رأسي أنا عندي له معزة خاصة لأنه كل حد عنده معزة خاصة بالمسقط رأسي غير نعتبر موريتانيا كاملة عنها أرضي أنا مثلا نقول عندي طلعة في قايلها في هوك في الشرق نقول فيها نذكر الشرق عليك كذا يانا والزهزيت بقبلة ماشي وأخلاقك من السبلة عن ديانا وحسيدار ونزل نحلك توف على قلوب ديقل وبزار أو مثلا عدد المقارنات بين المواضع في القبلة ومواضع في الشرق بالنسبة لي كامل لا وطن واحد طبعا موريتانيا وطن واحد يا قير لأنه توف كما قلت لك أن مسقط الرأس دائما يعود الحنين والأهل وذا كامل حق والله ما قد قلت شعر الهي أنا أفضل اللي جيتهم في الشرق أنا ماني من الناس اللي مرتبط حتى بارتباطي بالوطن ككل ما هو بارتباط بالمواضع غني المواضع هذا اللي شايع عند المغنين يقولوه أنا غريب عني ما قط استهواني ما قط طوف ما قط قلته نقدر نعود نذكر موضع في طلعة والله شيء قد ما هو ماني بعد قصد بيه يعني نعدد المواضع والله عندي كل المواضع قط طعاد وزينين عندي والله كذا وكذا نعرف أنا نفسيات واحد من المغنين واحد يقول طلعة يعود ذاكر فيهم المواضع عنده هو بهم ارتباط خاص ياسر في أغنى المغني والله واحد ينعت موضع هو من نفسه غالي عليه قال لا هي نعته من خلال مواضع أخرين والله تقريبا طلعت محمد باب ولا أحمد جرادي اللي قدمتني الدر ولا يمور قدمتني الدر قال لا يمور بمواضع أخرين حدا قدمتني الدر من السلاح وفرشيت مالي وراح حد من أعلاب الحاسي راح بقدم فراقة قدم فراقة منها ما صح لو تتكون يواجه وتدو وحد اللي زيرت له تدراح عينه شقندر خبعدو زيارات السياح المراح شقندو قدون عدو وحد اللي زيارات السياح لا قدمتني الدر عنده مثلاً ذا النوع من اللغة أنا زين عندي نتوقو غير ما قطقت
وضرك نختارك إلى تعرف قطاع شمن المغنيين الآخرين قد تخرج قطاع بينيان وحد والله قطاع لا عاد بينك تو حد زين وإلى عاد ما سوائي يعني تفقد القطاع بينيان وبينيان وبينيان وحمل لوا بدي محمد لوا حي من المنبر تحية قد قلت له ذي الخصال ذي الخصال قبال أحمد واللواه اللي مشهورة بينات الناس ولا يعمد شعار ولا يعمد صورة قال لي بتبغنا ذبت تفلوات إنه مكرورة ويغني يا ربي لا التلباس ولا قاع ضرورة تمهين الشاطر قلت له عزت بد أحمد لا يربيه في قلبي عادة محفورة وبدع اللي غيره ماني فيه من قدام ولا من لورا قال لي أصلي ما كنت أنا نرضى قطاع مع حد في الصورة يوجب التغير الضرورة تبيح المحظورة زين حد تضرك لين استقبلوا المكالمة والله والله إذن المكالمة قطعت غير الضرورة تبيح المحظورة قلت له باقي لهذا الشمع هود القطاع منين الضرورة بيحته وسوى اللي تعود هالدار ولا أحمد يورا قال لي البدع تعدل همك بيه وباني شخصية مشهورة وشبه لك تكتب تم عليه تجارة من تبورة زين حتى هذا من القطاعات اللي نتذكر بنيان وزملائي واصدقائي وفعلا نادر واحد من المقاطع زي قلت انا هو شيء في شيء نحبه في شيء ننساه هي غير احمد الغزل ما ان قابلينك تقول ان في يد هذيك قلت قبل ما كان يقول لابد القلايب اللي فيدك درتي من تنكيدك تو قبيل رديدك قصدك به بتهدان كانك يحكم قيدك للدلال اللي كان قاع ولا فيها رايب حاكم ولو عاد زمان سابق دير القلايب علي والببان زين حتى لين استقبلوا المكالمه نعم تفضلوا نعم نعم مرحبا بكم نعم مشاهد ومشاهدة نعم مش عارف هذا الخير يبدو ان الخط ما هو جيد إذن كيف ما قلت لأن الغزل ما نختاره يكون تكثرنا منه والبكاء على الاطلال مولي ما يخسر شيء لعبت انت قاعد حسك ما انا قبال قوال تحكي ان ذاك اللي قط ذاك اللي قط استوع زين عندك انت منه والله استهواني انا منه خارج الطلعه تقول امل لي طلعه ظل عن اهل حد من اهل الدار ما نمت ما نعرف انا قد نعزيها بي اللي ذاك ما يتواسل نعزيها للرجاج تقف ما يجوا انا اللي انا عرضها وقد سمعت عن الحد من اهل الدار معقوله عندي هي تقول أمل اللي نبغيها بديه والقلب اللي تلو نبغيه يمر قبل ما ناسيه باش طيت باش حجلدي وملي ما نساني فيه القلب اللي تلام اللي ومن اللي يتمونك في القلب وملي لأتم اللي شوف أمل اللي تلي والقلب اللي تلام اللي تلي زين هذه من 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 الروائع الغنى المادع اللي زين عندي ومنه طلع على خال عندي قالوا بتو البابا حفظه الله يقول نياني لعاد بعيد وزويرة الأحواش ولو تيد بعاد ولذنين والغريد اللي تل زويرة الأحواش يبقى بعد التشواش في ليد ما لحق لي فيها فقراش حد في غشو والله ظنه عنه لحق لي في التشواش قابلها غير نجع عنه لحق لي في التشواش تراش زين هذا من الأغنية الماضع اللي زين والله إذا لعاد الفصل جاهز لين نتوقفوا مع الفصل الغنائي ونعود ونرجع إن شاء الله ونكملوا الحلقة
ما إله هذا الصوت الراحلة دي متابع رحمه الله من دراك أنا كنت هذا الأنغام الشجية وهذا الصوت العذب والمناظر اللي كنا نرعب فيها كانك حالا عندك قاف محضر معنين عندي قاف محضر واحد كذا بعد فعلا فعلا مناظر زينة ولا رجع جمال تخصم مش أنا بقى في مود إنه درس منش وأنا بعد اليوم وفتني يا رجاج جي وقت يا رجاج جي وقت ما وقعد يقول شيء وإذا أحمد اختاروك تحكي لنا الشيء بما أن في عيد المولد شهر المولود والله نختاروا الشيء من المداهي النبوية ملاهي الأفلام مثقال لك تحكيت لين أحكي قمرة ليلة نعم سابقك لين نشوفه كان مستقبل المكالمة نعم 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 تفضلوا وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ده اسم الكريم يبدو انه الاسم قطع اذن قمرة ليلة التمام سير تسيد لنا ذيك اياها قدام العين وتورسها مدهوكة مايل تام حد كردها وسها عخاطيها ويلال حد تلي يلبسها بالباطل ما ينجالها بي يدنسها عليه الصلاة والسلام احنا بعد نختاره محفوظ ولعبو الى عاد شاف قبيل داين اكلو يتصر بينا على الاقل بعد يخلصك انت لعاد ما هو لعاد مو جاي لعاد مو جاي نحن انا قاعد اني خلصني عود عود عد الرواية رنا ان شاء الله على البرنامج اللي نكونه ليش نتعود البحث دول بعد ما يلا تبحث يلا تبحث عنه هو غادي لنا بعد احنا قام حدا ما اجبرناه هو اللي عندك دينك اللي عليك تعود مليان ما فهم شيء من الغزل اللي تزيدنا به والله دائما تذكرته تعرف في خالق شنو تبرع زين دائما الشاعر من يسمع تبرعه تزين عنده يتمنى عدوه والقايل والله قايل عنده فكرته في يتمنى فكرته بيه اللي فعلا ادب فيه ياسر بالافكار الزينه قضي الساعه هنا تياها انا وجماعه من الشباب معايا التحنا في روايه هنا تياها عندنا الاكل تبرع عنا قبله ونحاول نفرفره ونعدله منها طلعة نفصله منها طلعة ونفضله هي اللي تعود الشاهدة على عن التبرع بعد عن هالمولات من ذاك قط قبل التبرع تقول بالي ذي المرة مولي اعتريع حرة هي تبرع الشهيرة قلت من الليل وعاد ليالي لي على الحد ليزهالي بالي وصبرت الوسالي انت رياع وذيك المرة وبالي المرة الله لي مليع ترياع حرة منه وبالي صبرا إن مع العسر يسرا قلت شفت الحد اللي فيه المنية عم لقاك لا يا حرني يا بالي ذاك حال الدنيا غير منين تلا حرني يا بالي صبرا لا تنية إن مع العسر يسرا وفيه البال مصيك بغيه بيسو ما يبغيك يبالي مع الترواية عند المولع بيه ولا يشطن بغيك وبلا غاية فيك ولا هي لا تبقى فيك البال مصيك وصاية بغيه ويسو ما يبغيك فم فعلا تفاعلوا مع الشباب نتيجة كلهم قبل تبرعة وقال عنه متحمل مسؤولية من درك كانك متذكر لو كنت تبرعات اللي قبله متذكر طلع فيهم في محطة الشريف للسيد هذه مشتريف للسيد محيين ومجلسات هون مغني كبير كانت متذكر تبرع عنده قبل تبرع زينة تقول تبرع في هذا اللي سويتين انت عن ذاك بكاء فيها باطن الزيرة قط بياضة المريرة يقول فيها متفقد عنا قطينا خرفنا فيه وشتينا الواد وفيه تمذنينا الباب وجبنا تصديرة تعرف عن القود مشينا فيه وجينا المخيتيرة ودعت المانك نساي
تعرف عن باطن الزيرة سابق بيت فيها الصدائق الطبيات والمريرة. وبعض واحد آخر تقول مغلاك زويرة فوقك الطقدات نويرة. يقول فيها الزيرة الكبيرة بالذات كانت ملكر الحويات بها الأغراض مشات وفات ومشات معاها بزويرة مغلاك زويرة بعد مشات فوق الطقدات نويرة. نويرة. نتذكر منه طالع آخر لديب بقين المبروك حيين زاد هو يقول خارقة تبرعة تقول الكور عقبني يعطيني عقرب ما سبقني. قال شور الغيد ركبت الدحميس وعلى الشارع شارق بوليس وقفت شوي الحاني بيس كان شور يطفقني وقيت انواع الكر والعفيس والدخان اللي شرقني نتلمع بت الليلة قريس شنو التلماع معنقني وحذر البوتيك التلي بتنحاني محمقني ومنين قفل عين تهريس خايف ملاي سرقني مذكور عقبرين ويلي يعطيني عقرب ما سبقني. زين حتى يقير شفت أحمد مشكلة التبرع دائما عندنا العليات ما يبقوا يصرحوا به ولا تقول واحدة منهم على أنها تستضافها بعد أنها تتكلم عن التبرع ولا شيء ولا تقول على أنها هي تقول التبرع دي هي المشكلة. احنا لاكو قصدنا فن زين لاكو قصدنا احنا قصدنا به إياك نوضحوا العليات اللي يقولوا لأنه ما هو جاي دون الغنى عن الفكرة فكرة التبرعة يقدر قاش يديرها في طلعة ويقدر قاش يديرها في قاف ويقدر قاش يقادها مع فكرة في طلعة وتجي خير منها فكرة التبرعة تجي عن التبرعة تحمل تتبرج جبر التبرعة واحدة تحمل فكرة ما تقدر بدها قاع طلعة طبعاً باطلة بسردية من 20 ميتة انت ويت ما تقدر بدها نتيجة جوته هو فعلاً أعلن فيها عليات يقولوا منه شيء زين حتى يقر مشكلة المجتمع الموريتاني إنه محافظ وإنه ما تقدر تتصرح بمشاعرها وخاصة قاعد مكبوت تعود قايلتها بتبريعة وذاك نوع فعلاً دائماً قوالته تجحد راسها وتعود قاعد ما تقدر تعود تقبل فنانة احنا بعد القصد نبيه اللي أنا نعتوا له موعن وأدب أنا أدب ربيع هو قاعد يقدر يستخدم ما هو في الغزل ويقدر يستخدم في أستن الروايات هو يقدر يستخدم في الأغراض كاملة والتبرع هو نمط أدبي ويقدر يستخدم في جميع الأغراض يقدر يعدل به مديح الرسول عليه الصلاة والسلام ما خارج المرأة ما تقدر تقعد تعدل شيء من التبرع مديح النبوي الشريف تقعد تتكلم عنه كنوع أدبي كالله أنا قد تسمع التبريعة بعد حد سمعها ظهر فيها عن قايلها راجل والله أعلم يقول من مثل الترياع راجل عتنقول محمد فارس سيدنا محمد فارس سيدنا من مثل الترياع راجل عتنقول التبراع الله خالق وكذاش كذاش بعد رواية مولي فيها نتبرع لا بعد تبريعة تالبية ما ذكرتها يا ياسر فعلا خارقة تبرع أخرى فقت لك طلعة معدلها لي لديب محمد لاكا حيين وزاد من المنبر يقول خارقة نبغي حد غير اللي ما في البال بلد تبرع تقول نبغي حد غير اللي ما في البال بلد يقول شفكر أن طيار العين خارق اللي كنت تلماه زين والشوق الفايد فتغيوني اللي ما هو متحاشى حد من حد اللي له عاد زمين وسات اللي نقصد رد اخبار منين يحجل لي دهر ياك عز نقصد نبغي نبغي حد مودي غير اللي ما في البال بلد نبغي حد مودي غير اللي ما في البال بلد. اذا عنكم انتم المغنيين والادباء تسمعوا التبرع وزين عندكم والله زين وانا ما ادبي زين انا بعد شخصيا زين عند بي اللي عيت اسمع فيه افكار منين نتخمم انا هو ما نقدر نجيبها في طلعه والله نعشس عن نجيبها في طلعه كيف مجيبت لها صح تبرعات مثلا باطن الزيرة قد طبيعات المريرة هذا قد يصنف عنه 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 بكاء على الأضلال ويقد يصنف عنه غزل ويقد يصنف قاع عنه ما يعرف تصوف شيء قد يصنف فيه معناها هي تبرع هو في شيء طبعا ما هو غزل صريح طبيعي هي باطن الزيرة قد طبيعات المريرة ما في غزل صريح قرب هو حتى الحد سمعه يقول عنه بكاء على الأضلال باطن الزيرة قد طبيعات المريرة وتصنف عنها من بكاء على الأضلال والله نسيت مثلا تصنف عنها ما في الغزل يأثر منه عود ما هو صريح دائما ولا يسمع وقع فيه للسامع طبيعي إذن بارك فيك أختي روكت
تحكيش نحكيش الله لا نحكي طلعة قلت قلتها لشنقيط اسمك شنقيط في الأذهان راسخ كان وكان البرهان الفتوة ما قط نهان اسمك ولا ذاك هو اسمك صيتك ذايع بين البلدان معروفة في العلم بقسمك أضافي وفي تخريج الشجعان القسم الفوقاني قسمك وطاب عليك الحديث وطاب القرآن وطايب رسمك وطاب خليل وطاب الحطاب ذات عليك شنقيط اسمك هذا من اللي بطل تذكرت زين حتى والله ماني محضر شيء غير ذاك اللي تذكرت انا حافظ تم ان شاء الله هنا نحكي عليك قعدت متذكر شيء من القطاعات اللي قط بين المقنين ده تذكر قطاع بيني انا والاديب الكبير بارك الله لدده محيي تحيروا والله محيينه بارك الله لان جعلنا من الناس اللي هربوا ذي احنا بعد ذاك طلب بيننا دعوه مو غير برنامج يا خير برنامج هو فعلا بارك الله قط قال لي قال انك عبره فيها خير بات اللي هو عبد الرحمن البات زادون حيينه من المنبر قال انك عبره فيها خير بات وطفل ومن اللي قال انك مستفتيه غير قال انك مقلوف ملي تريد تمشي وتولي عتبهاك في البدع الزين ومتلي في القلفه تمشي كيف ذاك يا بارك الله وتولي قال حق منين ولدي مضنوك نعود منين تبدل لي مقلوف انا حتى ونعود قاع ملي يخيل لي قلت له لا وليت بزينك وغناك داير بينهم تقلع جلي فرض تولي ومنين راك في الخاطئين فرض تولي قال لي تبشع عني ما هي تفتات وتولي برقاف ملي وانا هذا كامل ما فات حركني يا احمد مبلي قلت له خليتك في البدع تجيني من هون في بلي وشبه لك بعد تخليني عنك ما حدك مخلي قال لي قابل تزداحك يا النبي علي غالط ومدلي عرفك مازال الاكثر فيه عود مولي مجلي قلت له ترغز لي في تشيشير وتيت ترغز لي في الصغر مولي الحمد لله ما خليت دمك في الموزون الشلي هذا بعض من زين من طرح قطرع قد سمعت للأديب محمد رمين والأحمد دايب ذيك اللي خالق بنكو لاني سامي من طرح كانك ضابطها ذيك ظاهر علي حمد رمي لأحمد دي فعلا نديب شاب متميز حييه زاد زاد هو حييه بالمنبر ذيك ظاهر لي عنه يقول فيها خالق بنك ولاني سامي الأكثر فيا كتنجولي ولا جايبني لقوف عليه ولاني فيه منين مش راسي غير منين العادة فيه سبت في التنزاه رهاصي التنجيه مجيين خلاص ما يمكن عنهم تملاصي مجيفين دوار الخلاص ومجيفين فطح راس فعلا في ذكرت عنه باش ضاع يملو دبار موريتاني تبارك الله مبدعين واللي يقولوا ما شاء الله دائما ما شاء الله برك الوقت ما ترياسر والمشاهدين مولي ما رايناهم اتصلوا بينا قد يعود الله من زحمه الخطوط نختاروك تختار انت اطلع عودهم الاخيرات ختموا بهم البرنامج نحكي لك بما انك صريت بالغزل نحكي لك قالت لي عن جاه قبل حد بغاها وبغاته وعطاها معاد وطاتولو وقالت لي ننساها في الدار على طول وقالت نمشي ما قلت شي قاع مدلول وانا عندي ما زدتش نختار نقولو اذا تسمح لنا شوي نقبل الاتصال نعم تفضلوا نعم تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بكم الاسم الكريم ما شاء الله الحمد لله بخير عرفونا عليكم ومنين تصري مرحبا بكم تفضلوا معي سجاد من الامارات مرحبا بكم سهلا ومرحبا بالجاليه الموريتانيه كامله في الامارات شو ماسين اياك ما عندكم مشاكل اياك بخير ماشي حالي خير حالي عبد الأديب نعم تفضل
رانا تحت جواب تفضل استرسل بالكلام. نعم يبدو المشاهدين أكثر منهم دائما يعود يحاني يوصلوا صوتنا احنا وحنا نختار نقول لهم على انهم يتموا يوصلوا فكرتهم ويعودوا ما يصنتونا من الهاتف ما هو من التلفزة. طبعا وفي قالت باش الدريع اني ماني قدام العين ولاني تان واني ما في يدق الزين ولاني هام مقبال ولانا بلق وجلشت انا هاك من ذاك وفي يدق وانا اعرف على ذاك اللي قالت الحق. ثم هذه اللي هدأت بأنا جيت هذا غالب هذا من ذلي مسكر بما أنك مسرع الغزل يعني ما نحضر قبالة ياسر من الغنى لا ذلي نحفظ ذلي نحفظ نتفقد لك قد يعودوا فما طلعت عودوا تسمعوهم الأدباء آخرين وتعودوا تذوقوا مزين لا ماني عاد قدوا لها تحكم قرار الله. بعد لين نستقبل كلمة بحكم الله. الله نعم تفضل. نعم تفضل مرحبا بك. وعليكم السلام مرحبا بك مسارة. مساء النور. انتم متصلين من منين ولا اسم الكريم؟ ما شاء الله الحمد لله مرحبا وسهلا. مرحبا بك وسهلا دي دحا من الإمارات مرحبا وسهلا اتفضل. وحاول انك تنقل صوت التلفزيون عندك شو. نعم نعم دي دحا تفضل سامعينا. ما أدري للأسف منين نقول لهم ينقصوا صوت التلفزيون يا بطل ما نعرف ذيك المشكلة شنو. وما تفقدت شيء؟ ها تفقدت. أيوة تفضل. خالقة طلعة بلاي ذيك القبيلة محمد الأمين الأحمدية خالقة طلعة عنده أنا تستهواني زينة عندي يقول فيها الناس اليوم من هنا شوية تحل العين فيها تلحق زلزين منها تلحق في قفاك والثلث الثاني بين والله الثلث الثالث بين تحفوا الدين معاك ومنين تتصور عن يعني يساوى فغلاك ذاك وذاك دورت برا وش الشك ذاك فعلا من الغناء مدي اللي يستهواني زين والله إذا زين وزين أما اللي طلعت ذيك شارتني كورية شير ذيك ما عرفها هذا ذيك وعرة ذيك وعرة شوي ما عرفها قلت له دائما قلت خبرت أنا غالبا عندي أعطي من عقل بيدي 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 حق انتوا ما كنتوا لغه من اللغات اللغه من اللغات الوطنيه قاعد تصحح حق والله يلا كل حد يجي يعرف اللغات الوطنيه كامله حق والله ندرك انا قد قلت شيء بالوحده الوطنيه حتى تبارك الله قلت فيها قاف قاع طالع انه كافيني من الوحده الوطنيه ايوه بيض بيض وجه حد هذه ماره في الشعب الماره ما تدرك وبياض العين لا مارة لك حال الشوفة ما تخلك زين حتى الله هذا متذكره من اللي قلت في الوحدة الوطنية قلت فيها قلت فيها بنينا دولة مبيدين سلاح وموريتانيين أقحاح ومجتمعين الدين يجمعنا في بلد وجيها تجمعنا في بلد متحدين فيها وتوحدنا فيها ومد ذاك وكيف تيم وحدتها تبني راعيها بيديها ببلد خير تم تبني دولتها بيديها زين حتى نتوقف هذا من اللي لا وضرك لهم خرصوا وتختاموا وهم يسكن تخرصوا تخرصوا طلعة في المدح نبوي الشريف طلعة في المدح نبوي الشريف يعني تذكر لك يعني تذكر لك طلعة حد قبل قلمه به البت وكتب ما قال في محمد رسول الله ذنب ارتد عملة الإسلام تفوبيه دور عود في كل بلد مذموم لا يتوم جيه يوم القيامة بين يدين مول الملك المال وتشبيه يدخل كيف بليس اللعين في الجحيم ويخلد فيه زين حتى لأن هذه تذكرتها من طلع المديح زاد من الحث على المديح والله الذود زاد عن 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 عن, عن, عن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا يعني كان من
طبعا بما ان في شهر المولد النبوي الشريف بعد يرجعوا يرجعوا يعدل 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 عنه يعدل عنه حلقات فعلا بيلي ما كان تحقق ما كان فيه قاعد شيء في جزء حلقه هو قاعد كل شيء وعدل ما يكفي حق ما كان في شيء مثلا لانه 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 شيء عظيم يرجعوا ما فهم ما فهم طريقه اخرى ماني متذكر انا ماني محضر حتى الحلقه كما تعرفي ولاني متذكر طلعه وركت اياها المديح عندي فعلا غير الكتريت اللي عندي منه مكتوب ما شاء الله عليك بعد شوف دائما هون ضيوفنا اللي نستضافهم من المغنيين اللي نسولوهم نقول لهم انهم يكونوا طلع من الغازه يتحفظوا عليهم ويتم يقولوا لنا على انهم ما متذكرينهم يعقبنا نفهموا فعلا هو هو الغازه اللي احتمالين لا اما شيء شيء مثلا شيء شيء جديد لا نقول لك انه جديد شيء شيء قديم لا نقول لك انه دائما يتحفظوا على ذاك القديم غير عادي انا ما عندي ما عندي تحفظ لين ذاك القديم لا جزء من تاريخ جزء من حياه جزء من حياه الشخص ومراحل قد مر بهم ما بالضروره انه يعود يحن لهم الله والله زينين عنده يا قريبه وتسول عنهم مرحله قايلهم بخرج مرحله انا ماني قايلهم ماني مخرج بهم انا قايلهم لاني سولت عنهم لاني مثلا مطلب مني يعني نحكي دائما الصيد حفروا عليه اذا عادي عندهم الحق اذا مشاهدينا الكرام بهذا ناتي على ختام هذه الحلقه باسمكم جميعا اعزائي المشاهدين اشكر ضيفي الكريم الاديب شاعر التوحيد احمد اللبتة الشكر ايضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى ان يضمنا واياكم لقاء اخر لكم تحياتي وتحيات الطاقم الفني الذي رافقني فيها في على الصوت ببكر قي وفي الاخراج ابو بكر الصديق ودمتم في امان الله وحفظه.